السلام عليكم. طبعا معاكم اللي هو الدكتور احمد درويش، خبير الازمات على المستوى القومي، واللي هو في اليوتيوب بقناة الخبير الاستراتيجي. انا هتكلم في ازمة تخص كل مواطن مصري، تخص كل بيت مصري تقريبا. انا كل شوية بلاقي ناس بتبعت لي رسالة: يا فندم الاسعار غالية، هنعمل ايه؟ هنتصرف؟ البلد دي هتستمر بشكل ده لغاية امتى؟ وانا عايز اتكلم بصراحة في هذا الموضوع. القصة تبدأ بتولي الرئيس السيسي بعد نهاية حكم الإخوان. كانت الدولة ماشية على أسلوب أيام مبارك، بأن هو بياخد منح من الدول العربية وياخد قروض بيكمل بيها الدخل القومي بتاعنا ويدعم السلع للمواطن، فالمواطن عايش في مستوى غير مستوى الحقيقي له في الدولة. وبالتالي في منا اللي وفر واشترى عربية، وفي منا اللي هو اشترى شقة، وفي منا اللي هو اشترى حتة أرض وفر، يعني كان في قبول أو الدخل بتاعه بيغطيه فما بيحتاجش لحد، اشترك في جمعيات بتاعه وخلاص. بدأت الدولة تقول كلمة، الرئيس قال اللي درس الدولة، الدولة دي نفترض سي نقول ميزانيتها مليار، طب هي عايزة تاكل بكام؟ بمليار ونص. يبقى هنستلف 500، رئيس قال ما نستلفش ال 500، نعيش بمليار. يبقى هنا في اللحظة دي هتتحكم ايه؟ ال 500 اللي كنت هستلفهم عشان احافظ على السلعة دول هينعكسوا إلى ارتفاع في السلعة. لأن لابد أن تكون السلع للقيمة لمن يستطيع شرائها. يبقى الفرد اللي اشترى عربية وهو دخله كان اصلا معمول له الاكل بس، ده خد جزء من دخله غير ضروري لعربيه. وبالتالي النهارده اصبح الراجل ده بيدفع مصاريف في حته غير الدخل، وبالتالي لو ارتفعت الاسعار سيكون ذلك مؤثرا على انه يكمل شهره بخير. دي القصه. فلما قلنا نرجع كل واحد يعيش عيشه اهله، والدوله تعيش عيشتها ودخلها، وما تستلفش عشان تاكل، ده كان منطق عشان نعدل اقتصادنا. ونبدأ نقول عشان نعمل اقتصاد يبقى أكبر شوية يغطي دخلنا ويغطي مطالبنا، يبقى نفتح مشروعات. فالرئيس فتح مشروعات تسد عين الشمس، منها إصلاح 6 مليون فدان، وإذا رعيتم بزراعات تستطيع تصديرها زي النخل وزي الزيتون، ودي كلها تنتج خلال 5 سنين أو 4 سنين، وهو زرعها من 3 سنين يعني قدامها سنة وسنتين، وبتدفع فيها مليارات لأن هي مشروعات للتنمية المستدامة لنا ولأجيالنا، وإحنا تحملنا ذلك مع الرئيس. ولكن هناك مشكلة كبيرة في ارتفاع الأسعار، جزء منها في المواطن اللي هو لا يلتزم بما بشرع ربنا في السعر اللي موجود، بيشتري ب10 بيبيع ب40، والجزء الثاني من الدولة التي لا تراقب هذه الأسعار ولا تضغط على التاجر بأن يلتزم بما فرضه الشرع والقانون. الاثنين مشتركين. أنا كمواطن ممكن زي الدول العربية الأجنبية بتعمل، السلعة التاجر بدأ يتلاعب فيها ما تعملش معاها، أشحته تاني يوم الصبح، يخفض السرعة، وده اللي حصل في دول كتيرة. لكن احنا كل ما تزيد السرعة بنطلبها أكتر، فبندفع جزء من دخلنا، فيجي آخر الشهر ما بنلاقيش الفلوس، وبالتالي بتنقلب فئة من المجتمع إما إلى الفساد عشان يكمل شهره، أو للسرقة عشان يكمل شهره، أو للسلف عشان يكمل شهره، أو لأي شيء من القبيل، أو يكون عنده دخل خارجي بيعدي شهر. دي الأزمة اللي موجودة دلوقتي يا جماعة. طب ارتفاع الأسعار ده هل ده عالمي؟ ده ارتفاع الأسعار الطبيعي في العالم كله. المجتمعات بتنمو، الاسعار بتنمو، كل شيء بينمو. المشكله ان احنا عندنا الدخل اللي بياخده المواطن لا يتناسب مع ارتفاع الاسعار. وبالتالي اصبحت قيمه دخل المواطن كلما ارتفعت السلعه قل دخل المواطن. يعني انا النهارده راجل موظف باخد نفس سي 10000 جنيه. السلعه ارتفعت 50%، اصبح قيمه ال 10000 جنيه 5000 جنيه. ارتفعت 90% بقيت انا باخد 1000 مرتب بس. لأن التسعة كلتهم الأسعار. يبقى كل ما ارتفعت الأسعار قل الدخل القومي للفرد أو تقييمه، وبالتالي الفرد اللي كان شاري عربية وبيجيب بنزين وبيعمل حاجات
ده كماليات ثم اصبحت ضروريات. النهارده الراجل ده مش قادر يكمل شهره لان هذه المبالغ وهذه السرعة الدولة محتاجة تدعمها، والدعم مش هتدعمها، الدولة شالت الدعم. يبقى ارتفاع الأسعار ظاهرة طبيعية، المشكلة فالذي يتلذذ بهذه الأسعار هو معظم الشعب المصري، والذي يصبر كثيرا حتى تنمو مشروعات الدولة اللي معمولة وتغطي هذا الجاب وهذا النقص في الميزانية، يقوم يخفض الأسعار أو يثبتها ثم يزداد الدخل. بقى ابدا ابص للمواطن اشوف مرتبه كام، انا زودت الاسعار 100% ارد ازود له مرتبه 30 40%، لكن انا سيب دخله ثابت وازود الاسعار واطلق يد التجار وما راقبهاش وما تابعهاش، النتيجه انعكست على المواطن الذي الان يعيش يومه بالحساب، بيعدي يوم بيوم. كان ايام زمان الراجل بيجيب 3 4 كيلو لحمه يقول لك لمده الشهر كله، دلوقتي بيجيب النص كيلو لحمه كل شهر. ليه؟ لانه مش قادر. بدا يعمل حاجه اقتصاد في الدخل، ولكنه رغم ذلك لانه واخد جزء من الدخل في حاجات غير ضروريه نتيجه فساد الاقتصاد في الماضي، فده بيأثر دلوقتي على الفرد انه مش قادر يبقى مرتبه قد الاسعار، لان كل ما ترتفع الاسعار بيقل قيمه مرتبه. وبكل اسف ترتفع الأسعار بجنون والمرتبات ثابتة باتزان كامل، ودي عيب في الدولة. إن ارتفعت الأسعار لازم ترتفع المرتبات، وإلا الموظف ده هيلجأ إلى وسيلة أخرى لاستكمال مرتبه، وهيبقى تدفع ضريبتها الدولة والمجتمع وأخلاقيات الأمة وفلسفة المجتمع نفسها بتتغير، وده اللي احنا شايفينه الأيام دي. الشعب مش عايز يقوم بمظاهرات، الشعب مش عايز يقوم يدمر نفسه، الشعب شاف تجربة يناير وعلم أن الفوضى عمت البلاد وأن الاقتصاد الدولة اتضر وأن احنا خسرنا أكتر من 200 مليار وأننا عدنا للوراء 20 سنة. فالشعب يعلم أضرار أنه يقوم ويدخل في وسطه عناصر غير سليمة فتدمر البلد، فتتدمر البلد فتسقط أكتر ما دلوقتي بتنيل يعني. وبالتالي الناس بتقول لك لأ، ولكن صعب جدا ان الناس تئن يوميا. الشعب محتاج اللي يطبطب عليه، الشعب محتاج اللي يحن عليه، وده يتم بايه؟ بالتدخل بما يزيد الدخل بمقابل تزيد زيادة في الاسعار، او ضبط الاسعار والسيطرة عليها، او التدخل من الدولة بشيء معين، لان الناس تعبت وتحملت الكثير والموضوع زاد عن حده. وخصوصا ان هناك فئه من الاخوان بكل اسف هم اثرياء ويمتلكوا سلع ويمتلكوا قوت الشعب وبيتحكموا فيه. انا شفت تاجر، انا دخلت شارع اشتري سلعه اشتريتها في اول الشارع بسعر، في الشارع اللي بعده ب 10 جنيه زياده، في اخر الشارع كانت ب 20 جنيه زياده. يعني لا انضباط للاسعار. التاجر عايز ينتهز هذه الفرصه والاسعار الغير منضبطه وفوات الرقابه للدوله بانه يبقى من اغنى الاغنياء. نص التجار دلوقتي بقوا رجال الاعمال. هو كان بادئ بكشك سجاير. ليه؟ لان الاسعار ترتفع فيستفيد هو ويضر الفرد اللي بياخد مرتب. النهارده الموظف اللي بياخد مرتب عندي في المزرعه بيقول يا فندم انا مش قادر اكمل شهري ولا اكمل 20 يوم من الشهر ولا 10 ايام، بيطلب بمضاعفه الدخل رغم الانتاج بتاع المزرعه ما بيتضاعفش. نضاعف انتاج المزرعه ونديك مضاعفه الدخل عندي. الدوله يجب ان تسيطر على الاسعار، تتدخل في الاسعار. الناس بتوع التموين بيبلغوا المحلات قبل ما يروحوا انا جاي لكم، انا في الحته الفلانيه. يبقى رقابه ايه ديت؟ ده اسمها الرقابه المعلنه. الرقابه بلا رقابه اضرب ما تعورش، روح مثل دور. ووزير التموين يقول لك انا طلعت 1000 لجنه، ايوه يا عم طلع 1000 لجنه بس مبلغين الناس قبل ما يطلعوا، ما حدش بيراقب حد. التاجر بيتصرف في البلد كما يشاء، الذي يدفع الضريبه يا ريس الشعب الان. نطلب تدخل الدوله العاجل.